تونس أنغولا في المشهد قبل الختام من بطولة الأفروباسكت 2015 في نسختها التونسية. موعد العمالقة في نهائي قبل الأوان يضع أصحاب الأرض والجمهور في مواجهة حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب الإفريقي العملاق الأنغولي، والذي قدم نفسه كمرشح جدي للحفاظ على لقبه بعد العرض الذي قدمه ضد الفراعنة في دور الثمانية. أسلوب المنتخب التونسي يختلف عن نظيره المصري. تعجبني بنية منتخبهم لأنه متكون من 4 لاعبين أحرار ولاعب ارتكاز طويل هو المجري. إنه منتخب صلب ويعرف جيدا كيف يتصرف حينما يهاجم. منتخب الأنغولي عرفنا ونعرفوه، منتخب عتيد. لك هنا تمتع الناس الكل مشات صحيحة أنه لا، 3 منتخبات مع منتخب تونس، السنغال وأنغولا ونيجيريا هما في الدور النصف النهائي. اليوم الأربع فرق، 4 عمالقة. اللي مش يركز أكثر ممكن هو اللي نجم يكون في الدور النهائي. من الجهة المقابلة سيكون المنتخب التونسي على موعد مع التاريخ من أجل تجديد العهد مع منصة التتويج واستعادة اللقب الذي ضاع في كوت ديفوار منذ سنتين، شريطة ارتفاع المستوى مقارنة بمباراتي المغرب ومالي. الناس كلها تعرف شكون أنغولا، 17 مرة على التوالي في نصف النهائي. ان شاء الله ربي معانا وان شاء الله نكملوا نلعبوا خير من هكا ان شاء الله، وراح نورينا لي كونتر ليكيبات الباهين نلعبوا بكدا ان شاء الله وربي معانا وكاهو. في الخطوة الأخيرة قبل إدراك نهائي الحلم هنا في صالة رادس، صاحب الأرض والجمهور المنتخب التونسي سيجد أمامه منافسا من الحجم الثقيل أنغولا في نهائي قبل الأوان. نافع بن عاشور، بي إن سبورتس، تونس.